شو بدك بالنسوان لك ابني؟ انا بقول لك اتسلى معهم وبس. يا اولاد لو شفتوني كيف كنت بشبابي. بابا بتعرف انا ماني حابب احكي معك باي سيرة هلا. لكان اسمع، هلا بدي اعرف ما بقي بالدنيا كلها غير جوري. روح احطها انساها. لك ابني الدنيا معبايه من نمرتها، شو بدك فيها؟ روح دور لك على شي صبيه حلوه تناسبك. معقول عم تقتل حالك كرمالها؟ مفكر روحك رخيص حتى تقتل حالك؟ بابا انتبه، كنت روحت راسك هلا. انت حدت خايف على ابوك يتأسى، خايف علي؟ اكيد بدك تخاف علي لانه ما عندي غيرك. كيف جا من قلبك تقتل حالك؟ انت بابا؟ ايه ابوك، ولا مفكرني حيات انا لما ما عندي قلب يخاف عليك؟ بابا بشرفك لا تعمل هيك فيني، انا ماني متحمل، ماني متعود على هذا الحكي. انا خلص معت ابوك، لا لا تركت اهلك وبيتك، ليش هيك؟ انا رحم لك لأني ما رحت على بيت صالح وطلبت منه السماح، مو هيك؟ شفت كيف الأبهات بيكونوا؟ أنت خليك هيك عم تركض وراه. بابا خلص خلينا نروح على البيت مع بعض هلا. إذا رح تضل فيه، تعال. اصلا كنت حالف يمين ما ترجع. شو قلت؟ مثل ما بتأمر رح ارجع على البيت وضل معك. هيك ها؟ سمعت ولا؟ شفت يا اسماعيل؟ انا قلت لك انه رح يرجع مثل الكلب على بيتي. ابني ابني. شو جاهزة؟ ايدي ورجلي عم يرشفوا كتير حبيبتي، بعد شوي ما عاد يرشفوا.
أكتر شي حبيتهم هدول السمكات اللي لون دنبهم برتقاني، أشكالهم كانت بتجنن. إذا عجبتك التجربة من عيدة عمر. مو بس عجبتني، أكتر من هيك أنا طالعة إلي. يعطيك العافية. نحنا شو رح نعمل بالفندق؟ هلا اطلعي تدوشي ونشفي شعراتك. لا بظن انا منيحة هيك. جوري ما تخافي، كل واحد بغرفة. يلا في مفاجأة حلوة كتير ناطرتك جوات غرفتك. يلا شوفك يلا. هون بعد نص ساعة. تمام تمام. إن شاء الله صحة وعوافي. جاهدة خانم، في وحدة واقفة برا عم بتقول إنها بتكون أختها للست ميسون. أختي إجت؟ إيه برا. ميسون؟ أنا مو منبهتك ما يجي حدا من أهلك على بيتنا؟ إيه صح، أنتي نبهتيني جاهدة خانم. بس راح عن بالي بعتذر، مو منتبهة. لك روحي على العيال أشوف. ليش ما خبرتيني انك جاية؟ ها؟ يعني ما بتعرفيها لجاهدة خانم؟ هي مانعتني شوفكن. ميسون ما رح اطول عندك، يعني بس ليلتين بالكتير. انا اجيت مشان فحوصات المشفى. ايه وبعدين فورا رح ارجع. حتروحي عن جد؟ طيب ما بعرف نحنا هلا شو بدنا نعمل. يا الله. ها؟ ليك اسمعيني، انتي روحي هلا، روحي واستني لأجي لعندك. أنا هلأ رح أتصل بحدا رح يجي ياخدك وهو رح يوصلك على الأوتيل. منيحك حبيبتي؟ تمام. وينك ميسون؟ يلا ليكني جاية. يلا روحي سكينة. يلا حبيبتي بلا ما تعصب علي الخانم، وأنا بأول فرصة بجي بشوفك. ايه بوحدك روحي. طيب اختي المهم انتي تكوني بخير. يلا ماشي روحي، ومثل ما قلت لك اعملي. في تاكسي بدها تجي لعندك، ينال اسم الشوفير هو رح يوصلك. ايه تمام حبيبتي. مرة تانية ما بدي ينعاد هالتصرف. لا تواخذيني جاهدة خانم، ما رح عيده. ألو كيفك سيد ينال؟
يعني بصراحة اليوم كان يوم المفاجآت الحلوة. اللي لسه في شي؟ مبسوط اني عرفت الإياس، كتير حلو لابق لك هالفستان. شكرا لك. بس يعني نحن اليوم اجينا ومبارح كنا باسطنبول، شلون لحقت كل هاد؟ هون بالمنطقة عندي رفقات كتير، وبتليفون واحد مني حلولي كل شي. عمر، بحياتي ما كنت مبسوطة مثل هلا. يا عمري، وأنا كمان. نمشي؟ يلا يلا. ايه طبعا طبعا. لا لا، ما رح استلم شغل تاني اليوم، ولا يهمك، انا تحت امره لاختك سكينة. ايه ليكني انا هلا واقف قدام المستشفى وناطر اختك لحتى تطلع، يعني تقريبا بكرة شي الساعة 9:30 رح تطلع النتيجة ان شاء الله، وفورا بدنا نورجيهم للدكتور، ومن هنيك اذا الله قدرني رح ركبها مشان تروح على الضيعة، ولا يهمك. كيف؟ ايه التذكرة قلتيلي. طبعا طبعا معي، مقعدها بنص الباص، ولا يهمك. طيب انا اليوم لازم شوفه واطمن عليها، فهمت علي؟ والله اشتقت لها، رح موت عليها. خلاص نحنا شي نص ساعة منكون ان شاء الله رجعنا على الاوتيل ميسون خان، وما يكلك فكر، ومن هنيك بجي وباخد حضرتك كمان، وبتشوفي اختك قد ما بدك. طيب باي اوتيل ينال بيك؟ نظافته كيف؟ التخت اللي فيه مريح يعني؟ لا لا يا خانو، اختك رح تقعد باوتيل وخمس نجوم كمان. معقول انا ينال خليها تنزل باوتيل حي الله وما يكون قد المقام؟ ايه مو معقول. يعني يسلموا، بصراحة انت شاطر بهيك شغلات من يوم يومك. شو بدي اقلك، انت بعد شوي بتاخدني من محل ما بتاخدني بالعادة. شكرا، مو متخيل قديش مشتقت لها. عم تفهم؟ انت اليوم بدك تحل القصة كلها وتلاحقها، صورها فيديو، خد صور، اعمل اي شيء. ايه اسمه ينال، لك عم تروح بوقاحة وتقابله. لا مو بس هيك الموضوع، تخيل سألته اذا التخت مريح ولا لا. معقول؟ ايه عم تمدح بشطارته كمان، استغفر الله العظيم. ليك اسمع ابني، اعمل اللي بقلك عليه. تمام، خبرني فورا شو بيصير معك. تفضلي. شكرا. عمر اليوم حلو كتير، كنت مرتاحة معك لدرجة اني نسيت الدنيا ورميت وراي كل الهموم. وانا كمان مثلك، بس في شغلة ما لازم تنسيها، انت نجحتي بالمسابقة، ولولا ارادتك ما كنتي نجحتي. عملت الموال اللي براسي. لسه في مفاجأة. شو هاي؟ هدية عيد ميلادك، ان شاء الله تكون سنة حلوة جوري. بس انا نسيانة، مين خبرك عنه؟ هو اللي بيهمني هلأ انه احتفل انا وياكي سوا. ما رح تفتحيه؟ كنت ناوي جيب شي تاني بس اتمهلت، تخيلت رح تقولي بكير عليها شوي، لهيك جبت هاي. أنا ما فيني أقبلها. ليش؟ جوري هي هدية مني إلك. شكرا عمر، بس هي كتير غالية، عن جد ما فيني أقبلها. جوري مو مستاهلة، شو فيها يعني؟ يا ريت تفهمني عمر،
أنا ما رح أكون مرتاحة أبدا، وأصلا ما رح أقدر أني ألبسها قدام العالم. عمر، بالنسبة لإلي ما في عندي هدية غالية أكثر من حبك. طيب، معناتها رح خليه عندي لحتى يجي وقتها. شو جوري، كأنه كلامي ما عجبك؟ لو ما تعرفت عليك ما كنت رح أعرف بيوم كيف بيكون الحب الحقيقي. وأنا الشي اللي حسيت فيه تجاهك ما حسيته تجاه أي بنت. لا ميسون خانم، عنك أنا بفتح لك. تفضلي من هون. شكرا يا نال. العفو. شرفي. من هون. مرحبا، في اثنين فاتوا هلأ، على أي غرفة راحوا؟ عفوا، ما بقدر أعطيك أي معلومات. وهلأ شو؟ لك سكينة اختي. يا عمري انتي، اشتقت لك كتير. يا روحي انتي، تعي تعي خلينا نقعد شوي. عفوا يا خانم، انا معناتها رح انزل لتحت مشان تاخدوا راحتكم. شو هالحكي، تعال انت مو غريب، تفضل. قلي لي ميسون، زوجك وحماتك زعجوكي او حكوا معك شي لاني اجيت لعندك؟ مو كتير حبيبتي، نسيوا السيرة حتى، بس بصراحة أنا قلبي احترق بعد ما قلت لك إنك تروحي لحالك. أختي سكينة، أنت يعني بتعرفيهم للجماعة، ما حدا بده يانا. ولا يهمك يا عمري أنت، خليكي مبسوطة ومرتاحة وما تفكري فيهم. إيه؟ لك كيف داني؟ يا ريت لو شفتي كمان، لك صار شاب طويل عريض. سكينة لو بتشوفي انت بيشبه بابا كتير. ما شاء الله، بعتي لي صورة له شي مرة، والله امك ناطف قلبها على ما تشوفه قدام عيونها. ببعت لك اول ما ارجع البيت، ما رح انسى. ايه سكينة، كيف امي حميدة وسهري والولاد كيفهم كمان؟ هن مناح ما هيك؟ الكل بيدعي لك اختي، وحتى بعتوا لك معي هدايا حلوه. شوفي. ريحتها من ريحه امي. يا حرامي، اللي بيشوفها عايشه بالقصر ما بيقول عنها تعيسه. مسكينه هالمره. ايه شو دخلني؟ أنا بيهمني شغلي وبس. مرة معها مصاري وعم تدفع لي، وهلا عم أخدمها خدمة شخصية، أكيد رح تعطيني سكرة. عمر، بتعرف إنه هاد كان أحلى عيد ميلاد بحياتي كلها؟ بتشكرك على كل شي عمر.
أنا ومعك حاسة إني خلقت من جديد. حبيبة قلبي، أنا كمان ما كنت عايش قبلك. قلي لشوف كم ساعة ضلوا بالأوتيل؟ شي ساعتين وبعدين طلعوا مع بعض، والزلمة وصل الفانوم لقدام السوبر ماركت. استنى دقيقة بس. يلا ناطرك. شو ميسون؟ وين كنتي كل هالوقت؟ اه؟ كنت بالماركت. بالماركت؟ طيب ورجيني لشوف شو جبتي معك؟ شو جبت؟ ما جبت شي، يعني فتلت شوي وبعدين رحت على السوق شوكات. الو. ايه شو رايك؟ تمام خلص ارفع الدعوه. حاضر شوكت بيك. اللي دعوه شو هي اللي بدك ترفعها يا شوكت؟ ما تاكلي هم امي، رح تعرفي عن قريب. ايه شو قال لك كمان؟ قال لي انا ما كنت عايش من قبلك جوري. يا الله فرحت لك كثير كاني عم احضر فيلم. انتبهي بلا ما تنصابه بالعين. عن جد. كأنه خلص الحلم ورجعت للمشاكل. ليه هيك عم تقولي جوري؟ لأنه صعبة كتير هالحب، قدامه عوائق كتير لدرجة ما بعرف كيف بدي اتخطاها. كل ما فكر لقدام قلبي كتير بيوجعني. فكري باليوم وبس، الحب الحقيقي بيتخطى كل المشاكل. إن شاء الله. بعدين انتي حشت بتسميمة المهابيل بلا ما يشتلقوا عليكي. يولا عيونها 10/10 مظبوط. مظبوط. جهاد تعا شوف شو جبت لك معي. اختي هلا كل هدول الاغراض لي. ايه اكيد حبيبي. ليك انت مو طالب مني قميص جديد؟ حتى جوري تشوفك مرتب. شوف اطلع شو حلو هالقميص. ليك كمان هالجاكيت شو مرتب. هاد الجاكيت رح تلبسه وقت تطلع. ها حبيبتي. حبيته كتير. هذا حبيته اكتر شي. بدي البس هاد لما نطلع انا وجوري لبرا نتمشى بالحديقة. ايه طبعا حبيبي، يعني عجبك ما؟ ايه حلو كتير، كل الغراض حلوين. تمام. طيب اسمعني منيح هلأ جهاد، خالدة رح تغسل كل هالتياب ورح تكويهم كمان، وبكرة رح تلبسون لهدول. نحن جاي لعنا ضيفة. عمتي رح تجي لهون؟ لا، بنت صديق قديم قلنا رح تجي لهون، اسمها نور. جهاد بتمنى انكم تصيروا اصدقاء انت ونور. بس انا عندي رفيقة غيرها، ما بدي رفقات انا. ماني بحاجة رفقات تقليب. أنا ماني بحاجة لرفيقة. عندي جوري. جوري على طول هون. بس جهاد عيب اللي عم تقوله، هاي ضيفتنا مزبوط؟ بابا كان يعطي أهمية كبيرة للضيوف اللي بيجوا لعنا. ما بدي رفقات توليب، فهمتي؟ لو سمحتي توليب، لو سمحتي. طيب إذا مو حابب تكون صداقة معها طبعا مالك مجبور أبدا، اللي بيريحك حيصير. بس قلت مشان جوري، يعني رح تكون مفاجأة حلوة لجوري. لا
لجوري؟ ايه طبعا. مفاجأة؟ ايه حبيبي، انت ممكن تقايل لي انه حابب تتغير؟ لهيك فكرت ساعدك وقدم لك هالفرصة هاي. بس ما فهمت. عم قول يعني انك تعطيها فرصة لنور، فاذا قدرت تكون صديق منيح معها فبرأيي رح تكون عملت خطوة كتير مهمة، وجوري رح تنبسط كتير. رح تنبسط ما؟ شي أكيد. تعرف حبيبي جهاد، ما لازم الواحد يحسس اللي بحبهم إنهم مميزين كتير. لما يشوفوا انه في حدا ممكن ياخذ مكانهم بتزيد كتير قيمتك عندهم. اذا بدك ياني ساعدك انت كمان لازم تساعدني بالاول جهاد. شو ست جوري، واخيرا شرفتي على البيت؟ لك بنتي تأخرت، وليش لهالوقت؟ بابا، اختي صممت أكثر من قطعة لهيك تأخرت، ورفقاتي ما عجبن العجب، طلعوا فيهم مليون علة. بلاش صممتيهم؟ ايه لأنه كلهم رفقات سيلين. بالله، إذا أنت بقيتي بهي العقلية، أبوكي رح يضل عم يصرف عليكي. يلا اتركيها براحتها. الشغل جاب فايدة معك، وشك منور بنتي. هيك شكله. سنة حلوة يا جوري، سنة حلوة يا جوري، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جوري. يا الله، معقول تذكرتوا؟ بلا جنان، ليش لحتى ننسى عيد ميلادك؟ هي لتعرفي قديش نحن منحبك. ان شاء الله تكوني انبسطتي جوري، كل سنة وانتي سالمة. شكرا لكم. يا عمري انتي. عن جد شكرا. شكرا. بابا. كل عام وانتي بخير بنتي. الله يسعدك بحياتك، وتشوفي ايام حلوة دايما. يا عمري انت، ان شاء الله كلنا سوا. يلا طفي الشموع اختي. ايه يلا. تمام. اختي لازم تتمني امنية. ايه انا رح اقول امنيتي بصوت عالي. يا رب نعيش احلى ايام مع بعض. بالنسبة لإلي ما في عندي هدية غالية أكثر من حبك. الشي اللي حسيت فيه تجاهك ما حسيته تجاه أي بنت. نجيب سبانخ ولا ملفوف معنا؟ أمي لسه مبارح طبختي سبانخ. إيه هذا الأكل مفيد كتير. ناجية شو أخبارك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ طمنيني عنك. إن شاء الله بخير. أنا منيحة، شوفت عينك. جيهان أنت شو شايفتك هون، ما عندك مدرسة؟ خلصنا اليوم بكير. أها، هي جوري اللي بالجريدة مو هيك؟ هاتي هالجريدة لشوف شو مكتوب فيها. وكانت معه. لك ليكو هالفلتانة. تتم. لك انت مجنون شي، موتتني من الرعبة. سيلين انت امتى بدك تتعلمي تحكي كلمة حلوة عني بقى؟ بصراحة انا بحب اسمع اسمي لما بتقولي انت. اما مجنون واهبال وداني الغليظ، كل هدول سمعتهم منك. اي والله داخلي انا. انت ما بعرف شو بصير معك، شو هالحركات المولدنة. كنت حابب اعمل لك اياها مفاجأة بس ما مشي الحال. شوفي تفرجي. شو يلي بايدك؟ هاي حفلة للجيم، وجبت الي وإلك تذاكر، كرسيين بموقع حلو كتير. كنت مفكر رح تحبي المشروع. انت شلون بتجيبهم قبل ما تسألني؟ شو عرفك اني رح احضر معك؟ فكرتك انه رح تحبي هالعرض ونروح مع بعض. هاد ما نوع عرض، هذا امر. خلصنا يا، لا تأخذيني من شان الله، انا بعتذر.
داني، شو صار لك فجأة زعلت؟ يبدو انه مستحيل اني فرحك، ما هيك؟ انا بعرف منيح قديش زعلتي من شان قصة خطف اختك جوري، وقلت لحالي بعمل لك مفاجأة بلكي بتنبسطي شوي، بس خلصنا انت حرة سيلين. مو هيك، عن جد فكرة مزوقة كتير منك، شكرا، بس انا مستحيل اني اقدر اجي. من شان اختك يولا، ما هيك؟ شكله الموضوع هذا خلص رح يوقف لي كل حياتي. لا داني، مو مشان هيك، بس بابا ما رح يسمح لي ابدا، اصلا انا ما عندي وقت، انا عندي دراسة، انا مو مثلك باي وقت بقدر اطلع وفوت. حلو، لهلا شايفتيني الولد المدلل اللي مو ناقصه شي. ايه تمام سيلين، في شي كمان بتحبي تقولي لي اياه؟ ليك ما عاد تتعامل معي بهالاسلوب، فهمت؟ شو وين يا مسعودة؟ مالك عين تطلعي فينا من هيك، عاملة حالك مو شايفتينا وما سلمتي؟ خالتي ناجية، أنا عندي شغل كتير بالقصر، بعدي عن طريقي، روحي من هون. كأنه لسه ما قلعوكن من هداك القصر. إذا بتريدي سكتي، ما إلي خلق لهالحكي. لك شفتوا بعينكن يا جيران؟ بدل ما تحط راسها بالأرض وتنطق سانا عم تطلع علي بالعالي. خير مسعودة شوفي؟ خالتي لهلا محترمتك وما عم بحكي شيء. ليكو مين عم بحكي عن الاحترام والشرف؟ ماني متحركه من مكاني لحتى في قلبي. تعالوا يلا يا جيران اسمعوا شو صاير. تعرفوا اختها لمسعوده اللي اسمها جوري خانم شو عامله؟ خالتي ناجيه خلص طبقت عشيق خانم القصر وعم تتماشى معه هالبلدانه. لك انت كيف بتقولي على اختي بهالحكي الفاضي هاد؟ لك قديش فاضي وما عندك ضمير؟ انا يلي فاضي وما عندي ضمير؟ ما صارت عشيقه الدكتور وركبت قرون لابني ماجد كمان. ليش هيك فايتي؟ شو نحن امتى رح نخلص من مصايب ابنك؟ امي لو سمحتي هس هسوا ليه؟ بلا ما فيش خلقي فيكي انت كمان. خلصوا ليه؟ تركي البنت في حالة بقى وحلي عنا. بنت صالح وصلت تخبيصاتها ووساختها للجرائد كمان. من شوي شفت مسعودة على الطريق، قلت لنبهها من باب العشرة اللي بيناتنا. طعمتني قتلة قدام الجيران. عجبك؟ بس انت خليك قاعد هيك وما عم تعمل شي. ليكو هالفرشرة طالع منها، شو علي انا بفرجيه؟ ان شاء الله عجبك اللي عملتيه، هلا سببك رح يروح ويعلق معهم. ايه خليه يعلق معهم، بدي اياها تكبر ليعرفوا حدودا معي هالناس الزبالة. ليه صوتكم طالعة ومين الزبالة بعدين؟ ابدا ما في شي اخي. مسعودة بهدلتني قدام العالم. ليش هيك؟ بسبب قلة ادبها لجوري خانم. ما فهمت. يلا مجد الحق بابا راح لهنيك. يلا نحصي ان شاء الله بيموتوا كلهم. جبت لك معي ضيفة جهاد. جهاد عيب ما تقول مرحبا لضيفتنا حبيبي. مرحبا، أنا اسمي نور. مرحبا جهاد، أنا اسمي. على فكرة إيديك حلوين. عندك اهتمام بالموسيقى؟ توقعت لأنه أصابيعك طوال، أنا برأيي فيك تعزف بيانو. إذا بتحب فيني علمك العزف. أنتي بتعلميني؟ إيه أنا. توليب حكت لي شوي عن رفيقتك، عن جوري، بنت بتجنن على حسب ما فهمت منها. ايه جوري هي رفيقتي، بنت ما في منها جوري. اسمع، شو رأيك نعمل سوا معزوفة كرمالة؟ سوا معزوفة كرمالة؟ ايه تخيل شو حلوة رح تكون.
وهي ما رح يكون عندها علم، أوكي؟ نحن منحضر لها معزوفة ومنفاجأة فيها بعدين. والله فكرة حلوة. طبعا بالأول أنا لازم أتعرف عليك ولازم تحكي لي عن جوري. بحكي لك عن جوري. مسعودة؟ مسعودة خير؟ ليه عم تبكي؟ لا والله بابا مو بكيانة، ما فيني شيء أبدا. بشو مضايقك يا نال؟ احكي. لا صدقيني يا نال ما عمل شيء أبدا. ها رجب أفندي شرف وشكله مو ناوي على خير. يا الله دخيلك، عملونا شغلتهم عملتهم، هدول ما عم يفهموا بالحكي. بابا تعال نفوت على البيت أحسن من الوقفة. لا نحن رايحين على السوق. ايه يا ملعونة يا فاشرة. شو بها؟ هلا رح ربيك من جديد. وقف بابا. لا لا ترد عليك. انت عم تضحك على ابني يا وسخرة. احترم حالك. احترم حالي دخل. شوف بنتك، شوف فرج، شفت؟ انت لازم تحط رأسك بالأرض. بنتك ضحكت عليك وعلى ابني وعم تعشق الدكتور هالفاجرة. لا اروح من هون يا وسخ بلا ما اقتلع فيك. ما بسمح لك تحكي عن بنتي. لا ترد على اتركه.